إنجاز جديد سجله أبطال منتخب الكويت للرماية بعد حصدهم للسواد الأعظم من الميداليات المتنوعة في البطولة الآسيوية السادسة للرماية والتي أقيمت في أبوظبي، مثبتين علو كعبهم على منافسيهم في القارة الصفراء محتلين الترتيب العام. أبلغ الجميع أن احنا تلقينا تهنئة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لأبنائه وبناته الفائزين في هذه البطولة الكبيرة. أنا سعيد جدا الصراحة، احنا دائما يعني نادي الرماية محظوظ بالدعم الكريم اللي يلقاه من حضرة صاحب السمو أمير بلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. الإنجاز ما يا من فراغ، الإنجاز يا من الاستراتيجية اللي وضعت من قبل مجلس إدارة النادي وكذلك الجهاز الفني في النادي، خاصة عن بعد حصولنا على الميداليات الأولمبية. أبطال الكويت اقتنصوا 7 ميداليات ذهبية و4 فضية وميداليتان برونزيتان في فئات السكيت والتراب والدبل تراب، رغم حرمانهم من رفع علم بلادهم أثناء التتويج. أنا قبل لما قالوا ما نرفع علم الكويت ما كنت حاسة فيها، قلت يعني عادي هم مشارك يعني خلي بميداليات هذا إنجاز إحنا نقدر قادرين، بس يوم وقفت على المنصة وصج حسيت فيها إنه وايد صعبة، صد صعبة، خصوصا سببت لنا إحراج دام ربعنا الرمات من دول ثانية، كما ليش غطيتوا علم الكويت؟ لأن حتى نغطي علم الكويت على الجاكيتنا على كل شيء. الحمد لله في الجراند بري حصلت على ذهبية الفردي، ريحنا بعدها يومين واتخذنا بطولة آسيا. طبعا بطولة آسيا كانت بطولة أهم من قوية، حصلنا على 3 ميداليات الفردية، حصلنا على البرونزية، حصلنا على ذهب الفريق. الذهب لا يصدأ أبدا، مقولة تنطبق على أبطال الذهب الذين لم يخيبوا الظن وانتزعوا الميداليات بكل إصرار رغم الظروف التي واجهوها. إنجازات ليست بالغريبة على أبطال الرماية والذين يحصدون الميداليات بطولة تلو الأخرى، والإياب ذهبية الأولمبياد مو غريبة عليه الآسيوية. لتلفزيون المجلس رياض العبادي.